السلام عليكم، كان عشاء درو من زبناء ديالنا حتى الشقطة عنا اللايف. مهم نكملوا اللايف فين وصل لينا ونوراو الناس الأشمنة اللي كاين والسلعة اللي كاينة. كنا وصلنا عندهم في المقالب اللي ها هما كاينة فيهم هاد اللون الكري وكاين فيهم هاد اللون حتى هو ها هو وكاين فيهم هاد اللون الكحل اللي كما تشوفوها مو ثلاثة فيهم ثلاثة لوينات وفيهم ثلاثة البياسات. هادو راه غرانيت حاجه مزيانه وتقال. هادو الثمن ديالهم 5000 ريال، الثمن ديالهم 250 درهم. ذكر الزبون الثمن ديالهم ثلاثه البياسات ب 250 درهم وفيهم اللوانات. كاين هاد الباج، كاين فيهم الكري ديالهم وكاين فيهم هاد الكحل. كاين عندنا بما اننا حدا هادو نكرهم بالاشمنه ديالهم حتى هما باش يعرفوا الناس. كاين اللي استفاد واللي باقي ما استفادش راه حتى هو يستافد. كاين هذا فيه 5000 بياسات، هادو ديال التيتانيك كاسرونات، الثمن ديالهم 4400. راه فيهم اللوينات بجوج. وكاين عندنا الانوكس ها هو حتى هو راه فيه 5000 بياسات والثمن ديالو 4600 فقط. ها هما وكاين عندنا بما اننا هنا نذكرهم حتى هما في الاشمنه ديالهم. كاينين عندنا هاد السربيس هادو حتى هما، هادو الثمن ديالهم 1600 80 درهم. الفراقه حتى هي وراه متوفره عندنا باللوينات ديالهم حتى هما، فيهم هاد اللوين الدوري، كاين فيهم هاد الكري وكاين فيهم البيض ديالهم. البيض ديالهم كاينين هاد السيريات ها هما، هاد لي باك هادو. كاين عندنا الفراقه وكاين طبسيل بالصغار ديالو ها هما، راه حتى هما فيهم نفس الزواقه اللي في الطبسيل في الفراقه في الصينيه حتى هي ها هي باش الناس يشوفوا الزواقات. وراه مش موفرين عندنا حتى هما بكاع اللوينات ديالهم. كاين عندنا في هذا الكري ها هو، كاين في الكري فونسي ها هو راه حتى هو كاين متوفر بالباك كامل. كاين عندنا الابيض ديالهم حتى هو، وكاين عندنا الذهبي حتى هو بالفراقه ديالو حتى هو. هادو الى بغيتي البياسات بثلاثه اللي هي الفراقه والطبسيل بسبعه والسينيه، هذا الثمن ديالو 4000 ريال. والى كانت كل حاجه بوحدها ما فيها باش نقولوا للناس الثمن ديالهم. كاين هذا ب 70 درهم، كاين هذا طبسيل والصغار ديالو حتى هو راه ب 70 درهم، والسينيه الثمن ديالها 1200 60 درهم فقط باش الناس يكونوا عارفين حتى هما شنو كاين. كاين عندنا هذا الطاجين حتى هو ها هو راه متوفر عندنا بجوج لوينات. راه ديال الجاج غلاي الجاج هذا ماشي شي واحد خفيف ولا ها هما تقعد تبارك الله. هادو الثمن ديالهم 1200 راه متوفر عندنا في المحل ديالنا حي الحسني عند عصام الاول المنزلي. راه انه الناس عارفين المحل ومرحبا بالجميع. نذكروا الناس بهذا البانيني ديال الكرانيش اللي الثمن ديالها 4000 ريال، بانيني صغيره 2400 وديال لي غوف خشيره 2400 ريال. كاين هذا الباك حتى هو ديال التيتانيك اللي فيه مقله ديال البغرير ومقله وكاسرونه وجميله، هادو راه الثمن ديالهم 4800 ريال. فيهم 4 بياسات. واللي كاين جديد عندنا حتى هو لا شي مشوار الناس الجديد اللي كاين عندنا جديد حتى هو هما هاد السواني اللي بالمرايه ديالهم ها هما. كاينين فيه جوج بياسات، هادو الثمن ديالهم 3800 فقط، 3800 راه متوفر ماشي 7000 ريال وماشي 8000 ماشي 10000 كل محل واش كيبيع. والله يسهل على الجميع واش فهمتي. المهم حنايا راه عندنا صوت سبيسيال هاد السيمانه ودايرين اثمنه جد مناسبه. راه كاين في اللوانات ديالو بجوج، كاين في الدوغي ديالو وكاين في لارجونتي. وكاين هاد الطاطواج واش ندير بحال هذا الموديل هذا حتى هو اللي على ثلاثه هو راه فيه ثلاثه البياسات حتى هو. هذا الثمن ديالو 3600 ها هما.
كاين في الذهبي ديالو حتى هو وراه كاين في الارجنتي ديالو. نعاود نذكر الاشمله ديالهم، كاين هذا اللي على 3600 ريال، وكاين هذا ب 3800 اللي على جوج، راه كما كيشوفوا الناس راه بالرجلين ديالو. مرحبا بالجميع، الحمد لله راه مع داخل الوقت راه السلعه كثيره وما كنقدروش نوريكم كلشي، يعني راه السلعه متوفره عندنا الحمد لله، وكاينين بزاف ديال لي زارتيكل اللي مصودين فيهم اثمنه جد جد مناسبه. مرحبا بالجميع، يعني انا ما كنقدروش نبريزونطيو كاع لي زارتيكل. قبل ما نساو اللايف غنوريكم واحد بياسات ليها هما. يعني راه لي زارتيكل كاملين اللي عندنا فيهم صوت سبيسيال كاينين عندنا. هاد البلاطوات ها هما باقي هاكا تصودي، باقي السلعة موجودة الحمد لله. كاين عندنا راهم ليا مازال ما شافهمش. المهم كاينين هاد البلاطوات اللي فيهم ربعة تشكيلات، كاين عندنا هاد الشكل هذا، كاين الشكل الاخر ديالهم ها هو، وكاين هاد الزواقة هاد هاي. هادو الثمن ديالهم 1000 ريال فقط، 50 درهم، راه متوفرين عندنا الان في المحل ديالنا عند عصام الاول المنزليه حي الحسني. ها هما بثلاثه الموديلات الثمن ديالهم فقط 50 درهم. نقراو واحد الكومونتير، اللهم يسر، اللهم يسر لينا وللجميع ان شاء الله باذن الله. نوريهم هاد الكيسان حتى هما، ها هما راه كاينين متوفرين عندنا في ثلاثه الموديلات ديالهم، باش نشوفوهم مزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك كي داير اخويا كاين ها هما. المهم كاين هاد الكويسات هادو اللي فيهم 12 كاس، ها هما الزواقات اللي فيهم. كاين هاد الموديل، كاين هذا حتى هو، وكاين هذاك، كاين هذا هضر حتى هادو بلاتي نوريهم انهم راه محطوطين فوق البلاطوات، يعني نفس الثمن اللي في البلاطو في الكاس 1000 ريال. ها هما وريهم كل حاجه دابا بوحدها. هنا الزواقه هادي ها هي، ونوريهم الزواقه الاخرى اللي ها هي. هادو الثمن ديالهم 50 درهم فقط، 12 كاس. رشيده غدا والله ما كنجي السيد الخادم. وكما كنقول لكم راه كاين لي زارتيكل بزاف، ما تنقدروش نقدموا كلشي، يعني راه بزاف بزاف كاين ما يدار. جيو تستافدوا من هاد العروض الهائله، راه اثمنه راه جد جد مناسبه. بحال دابا هاد الكوبه هادي اللي سولتو عليها في بلاصه اخرى على الله باش غيقولوا لكم. المهم الثمن ديالها هادي راه حنا كنبيعوها ب 1000 ريال 50 درهم، وكاينه في اللوينات ديالها، يعني راه اثمنه راه جد جد مناسبه. كاين هاد الكوب هادي راه زاج فيها ديكور زوين، كاين اللي بالرجل راه 100 درهم واللي بالرجل راه 2200 110 درهم. بالنسبة للعروض راه مستمرة هاد السيمانة هاد الأسبوع كامل إن شاء الله، راه كيما شفتو راه عروض هائلة بزاف وفيها اثمنه جد جد مناسبه في جميع لي زارتيكل اللي عندنا، ودائما الجديد. هادشي اللي تناكدوا على الزبناء ديالنا، دائما الجديد. راه كاينين بلاطوات ديال الانوكس من الكبير حتى الصغير، كاينين هادو ديال الحطان، كاينين سواني دايرين، وفيهم حتى البلاطوات دايرين ديالهم في الدوري وفي لارجونتي، حتى هما فيهم تخفيضات، فيهم اثمنه جد جد مناسبه. كاين عندنا هذا المقراش هذا شا هو المجلج، يعني راه كاينين بزاف ديال لي زارتيكل اللي فيها اثمنه راه جد جد مناسبه. ومرحبا بالجميع. وكنطلبوا من الناس اللي كيتفرجوا معنا في اللايف يعاونونا بواحد شويه ديال لي بارطاج و لي جيم باش الناس يطلع ليهم اللايف ويستافدوا. وحنا راه كل مره كنحاولوا نجيبوا ديما الجديد،
وباثمنه جد مناسبه وحتى الكاليتي راه كنحاولوا نقلبوا عليها، كنقلبوا على الثمن يكون مناسب والكاليتي حتى هي تكون مزيانه. والله يوفقنا ان شاء الله باش ديما نكونوا عند حسن الظن ديال الزبناء ديالنا. ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.